صلاح دياب رجل الاعمال الشهير جوز بنته ب 3 مليون دولار. جوز بنته ب 3 مليون دولار والناس مش لاقيه تاكل؟ ده المفروض يبقى راجل ده ما عندوش دم ما عندوش احساس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. والله واحد معاه فلوس تمام اي نعم اكيد طبعا لو هو تعبان فيها ما كانش هيعمل حاجه زي كده. ده معروف يعني. ده خراب طبعا. ازاي يعني الناس مش لاقيه تاكل اصلا يعني يبقى ازاي؟ لا طبعا حرام طبعا. وللاسف في مصر اكتر من واحد زي اللي انت بتقوله. للاسف احنا دلوقتي عندنا ناس كتير قوي زي العربيات غلت. العربيات بتترخص جديده ولا لا؟ 3 مليون وبتترخص وناس بتشتري. فربنا بس يقوي الرئيس بتاعنا وخلاص. يبقى الله يبارك. الله يبارك بصراحه ما فيش حد بيعملها في الزمن اللي احنا فيه ده. ربنا يستر عليه ويديله على قد ضميره. والله كل واحد اللي عايز يعمله يعمله براحته يعني. ده حريه شخصيه. وعلى راي المثل اللي معاه حمام محيره معاه قرش محيره يجيب حمام طياره. هي امكانياته كده وهو شايف ان ده مبلغ اللي هو مناسب ان هو يفرح ببنته. ودي امكانياته بالنسبه للزينه. احنا لما هو اتجوز بنت ب 3 4000 جنيه هو شايف امكانياته كده ومبسوط ببنته.